السلام عليكم الاخوان، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم الخوت، بعد ما قال الفيديو ديال الاخر ديال الطاجين اعجاب ديالكم، اليوم كسكسو. بقى الدهن اللي نحتاجه من اللحم، طبعا كسكسو لا بنجان، بطاطا، مطيشه، خيزو، قزبور، قرعه، فلفله، قرعه، والبصلة، ثومة، المهم الزيت، العطرية، المهم مدوات ديال التقديم. أما الباقي هو هنا، خليكم مع الفيديو، ما تنساوش ديروا لايك، بارطاجيو مع أصحابكم، شكرا بزاف. خوت، المهم الخوت من بعد ما شحرنا اللحم، درنا اللحم والبصلة ومطيشة شوية ديال التومة والقزبور، غنتسحر دابا غنزيد ديال الخضرة، يلا نزيدو الخضرة اللي كتكون قاصحة في الطياب، مكطيبش على دغيا، نحيزو، حيزو، حنا بالدارجة المغربية يعني خيزو، هاي خيزو، لأنه صعب شوية طبخ. المهم نزيدو خيزو، الحاجة اللي كتكون قاصحة في الطياب هي الأولى، هم مخيرين يعني كل واحد باغي يدير بطاطا يديرها، باغي يدير اللحم يديرو، باغي الدجاج يديرو، كل واحد طريقة، كل واحد كيفاش. نديرها، نديرها باش تطربخ حتى هي، و ديك الساعة نديرو كسكسو في كسكاسو. بنجال، نزيدو الماء حتى كتغطى الخضرة ديالنا، نستوب على خاطر خاطرها. المهم زدنا الماء، عطات القرعة هادي كطيب دغيا، هادي ضربة الفوار كطيب دغيا. المهم خليكم مع الفيديو، إلا بغا نحاول ندير كسكسو تاع هو نفورو. نتمنى نكون كنبان ليكم الخوت. المهم سكسو، ولكن هادشي بان لي ماشي بحال ديال المدى ميدين ايطالي، الصنع ديال الطاليان الخوت، لكن غنجربو حنايا ما خاسرين والو. صدق صدق ما صدقش، تمشي المحل ديال المغرب كيبيعو، تزيدو شوية الماء باش يشد. ديال البلاد كنحاولو نخلطوه كامل ما يبقاش، الا خاصو الماء زيدو الماء.
كاس. نعاودو نقلبوه تاني. يلا راه واحد الفيديو راه كنصورو لكم فواحد الحراره هنايا 50 درجه هنا. الماء ما طايب، الماء ديال البحر طايب، الناس كتطلب البحر جايبه ولادهم هنا وانا جاي نتسقسو. المهم الخوت خليكم مع الفيديو، كنتمنى يعجبكم، متنساوش ديرو ابوني ولايك وشير وبارطاجي مع اصحابكم باش يوصلكم ديما الجديد. شكرا لكم. لا وكشو والله. المهم المرة الثانية دابا غنفورو كسكسو. المرة الثانية. وراه كسكسو يا تاع احمد. شوف شوف. قاعد. قال لهم السلام عليكم. لا صوتكم. راه كاينه فاسن، راهي فاسن. المهم كنهضروا بالفرنسي اللي ما فهمش هذه اللغه. الغا وي الغنيت. المهم بقات واحد المره اخرى صافي القضيه تكاد تسناو هادشي كاين شي خاصة صاحبك تمن اي غاسه ديال سيرك كي سالا ورس معلقه هذاك الخضره بلا معلقه لا شربه الشوربه هذه ماشي كنديرو قسم راه ما كانش ديك اللعبه راه شبعت ولا نوض ولا صافي داكشي فيه بالنص الخط في النص ها اودي ما قاعد تعتك ربي المهم سير جديد باش يضرك الجع شي شرب شويه الماء البحر. المهم هادشي راه جوج الناس وقاسمة يا معلم قاسمة بزاف اصاحبي 5 كيلو من الميطة طرفك البابا بزاف اصاحبي شو من بزاف شو سير جري الله وقاش جري عام سير جري انت والي الله وقاش جزاف الله كون درت ليه كيلو تتشوف كون درت كيلو ديال الكسكسو وتشوف راه خضرة تبارك الله راه هاديك شوية الملحة زيد زيد الملحة اللهم راه هاديك ديال الهيمالايا نصور الهيمالايا والله إلا هاديك صحية إي صحية كون بارك بارك زيد زيد نيت المهم حتى الماء قليل باغي زيت العود زيت العود اللي نسينا المهم غنديرو اللعيبة واحد شوية ديال زيت صنقو هو صغاري المهم داكشي هو هذا منتيكا ولكن العافية وي 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 وي
لا واه تاكل تعوقوش هادشي طيح شويه خاصهم الخل خويا عليهم المقه ديالك سكسو مولاي يعقوب الله العظيم الا عطاهم بعض الزيرو بالله هادشي ما يزغبني الله ندخل ندخل اخويا يتسلم معاك اصاحبي ويقول لك مرحبا شو كل شيء المهم الخوت الفيديو باش ما يجيش طويل بزاف المهم المره الثانيه بقات واحد المره الثالثه الثانيه المهم داكشي تيطربخ الناس كتعوم يلاه خليكم على الفيديو من بعد ما طاب السكسو هو دابا القضيه طاقيه بسم الله مسكين ما كايناش المغرفه اكبو ديريكت لا صافي ديرو شاريج هنا ولا بيسين باقي المرقره باقي المرقره ما ت... المهم جاب لنا واحد المعلقه تاكل بيت ديك اليوم ما كنعرفش كنا ناكل بيت صافي تعلم تعلم سخون خليه يبرد يلا لقى شي شي عذر ثاني البطاطا ايه البطاطا كاين القرعه كاين حيسو كاين سبع خضار يا سبع خضار ثمانية تقريبا تسعود مع اللحم الحمص اللي نسينا سي دوماج اه يجي المذاق ناقص بلا حمص ايه صافي خصنا نجيبو هذيك المغرفه صاحبي المغرفه 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 ها انت الحر اهم حاجه الحر ضروري الحر يا المهم النص بالنص اليوم راس النص بالنص انا ما كناكلش الاغلبيه ديال الخضره تما كناكل غير بطاطا خيزو لحم يلا كون عرفتي من بعد السكسو تنديرو اليوم عا بالبطاطا الله يعاونك الحمد لله ما عرفتش انا المره الجايه الا ما نجيب لك 2 كيلو ديال البطاطا بوحدها بطاطا يلا كل والنص بالنص اليوم اللي كاع لك شي اللي ما كتاكلوش غتاكلو اليوم هازي غنضربو ميزان الماء ثاني ميزان الخيط في النص وميزان الماء المهم المرق 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 سكسو داري هذا ماشي داري هذا سميتو خلا داري سكسو ديال طاليا المهم باين باين المره الجايه ان شاء الله دابا عرفنا القضيه كيفاش دايره السكسو ديال الطاليان خاصنا حنا السكسو ديال الدرايه اللي غتكالي هذا ابرين 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 الله 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 بركة صاحبي امان امان وغيد بركة احمد واش اش غدير هذيك المريقة شربها 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 مالي ندير بقرة غنشريو 200 فلس ديال الخبز ونقطعو يلا الرفيسة ثاني داير 5 يترو ديال الماء لا هذا راه سبيشال سكسو ديال والحرارة والصيد راه عرفتي قبل الوقت انا عم في المخانز لا كنت بس قد هربتيها هاي لا خش فيها الحب غدارك عارف بدأت السبب هو الشريك لا خير مرة نجيب لها لا 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 عيانا ضيت عوى انا بركة المرقة المرقة كنت تاكل ناشف ماشي تعدك الدرجة والتاني باش غير تقبض مزيان عبود دير لي الرملة خلطو مع الرملة
عبود انت هذا زلط عبود يا سير كاكي استاذ عبود نصرش لا قام فرق صاحبي شو المرقه اصعب راه البيسين صاحبي اخ عندك تقول لي زيد المرقه من ما خصنا مرقه نزيدوها المهم الخوت النتيجه النهائيه داك الشيء انا كنت في الظلام داك ما عطى الظلام اجعلنا الضوء المهم ها باقي الخير والخمير هنايا المهم رمد ها انت يلا المهم اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وبارطاجيو مع اصحابكم وحبابكم اما جابش اللبن يلا ها هو وباقي اللبن شربوا بالماء يلا طلعوا فراسكم المهم بواحد شويه غنمشيو نصيدوا الحوت الثاني